دائما نركز هالمنطقة نخليها دائما فاتحة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج حلوة رمضان، معاكم خبيرة التجميل صوفيا الفارسي من البحرين. موضوعنا اليوم عن مكياج العيون، إذا كانت عيونك صغيرة أو مبطنة كيف ممكن تبرزيها؟ اليوم معنا 2 موديلز، كل موديلز عندها شكل عين مختلف، عندنا العيون الصغيرة والعيون المبطنة، ومعايا زميلتي رغدة اللي راح تشتغل على العيون المبطنة. راح احط بيس على الجفن كامل وراح ابتدي في الاظلال. الحين هبدا للموديل، والموديل اللي عنده عيونها مبطنه فحبرز لكم هي. بحط لها إضاءة تحت الحاجب على أساس تبرزها، وفي عندنا هني شوية تبطين فبنخفيها الحين. وجه الموديل عريض وعيونها صغيرة، فنحتاج شوي نعطي سحبة على العين على أساس تناسب ملامح وجهها. الحين بسوي قوس في هالمنطقة على أساس أشيل لها التبطين اللي عندها. أنا قاعدة أرفع لها الحاجب لما أشتغل على أساس يصير عندي مساحة حق الدمج. حطيت على الجفن المتحرك كله زي ما أنتم شايفين كونسيلر، لأن الكونسيلر يمسك في الآي شادو، بالذات الآي شادو المات. لو حطينا شادو شمري اللي حيصير إنه حيزيد التبطين. هاخد الاسفنج وبالاسفنج حطبطب على الكونسيلر عشان أخذ الأكسس اللي صارت، لأن العيون المبطنة لما تفتحي دائما بيصير كريس أو تجمع في الكونسيلر. راح اخذ لون بني اغمق شوي وبحطه في الزاويه، وراح ادمجه شوي شوي. بعد ما اخذنا الاكسس هاخذ الفرشه مسطحه وهحط فيها اضاءه مطفيه، احطها تحت الحاجب بطريقه الطبطبه وبعدين اوزعها. طبعا دائما نعمل بس من طرف الحاجب، بعدين الاكسس الزياده نوزع فيها. بعدها حاخد لون بيج فاتح وحاول أدمجه هنا. حاخد اللون البراون وححاول أحدد عشان أخفي التبطينة. حاخد فرشة نظيفة وأدمج. الحين بعد ما دمجت اللون البراون استخدمت لها ستارليت باودر حق مدمع العين. بحط لمعة زيادة على مدمع العين، ودائما لما يكون في جليتر او شادو بيجمنت نحاول نحطه بالطبطبة خصوصا في المدمع. بحط لون افتح على الجفن المتحرك، دائما نركز هالمنطقة نخليها دائما فاتحة، دائما شيء في لمعة في شوي جليترز عشان يفتحها اكثر. وطبعا عشان اوسعها فبحط لها الايلاينر، برسم لها ايلاينر عريض على برا، وايد بيعطي سحبه حلوه حق العين وبيفتحها اكثر. كده بان عندنا جفن المتحرك اكبر، في وقت نفسه ححط لها لون شيمري بس على الجفن المتحرك عشان ابرز العين. لانه لو حطينا اللون الشيمري على التبطينه حتبرز زياده زي ما قلنا اول. لو تلاحظوا العين شوية بدأت تكبر. لازم نحط كمية كافية من الآي شادو، لأنه لما الموديل تفتح عينها أو تغمض، بالذات للعيون المبطنة، اللي بيصير عندنا كريس وتجمع الكونسيلر، فلازم نعمل طريقة طبطبة ونحط كمية كافية من الآي شادو. هاخد البنسل براش تساعدنا بالدمج، بالذات للخط السفلي اللي تحت الرموش. هحط فيه البني وشوية من البني الغامق واستخدمه تحت
خط الرمش. الحلو في البنسل براش نفسها انك انت تقدري تعملي خط وبعدها تدمجي، ما تحتاج تستخدمي فرشتين، وهي بنفسها تدمج، بس بالذات انه احنا ما ننزل اللون على تحت بزياده، يعني لازم يكون عندنا اللون شويه على خط الرمش. الحين راح ارسم لها الايلاينر. يفضل انه ما يكون وايد عريض من قدام، التركيز كله يكون على الزاويه الخارجيه على اساس يعطينا سحبه للعين ونقدر نوسعها اكثر. طبعا المرحله الاولى في الايلاينر او المكان اللي نبتدي فيه دائما الزاويه الخارجيه من العين، بس على المنبت لان شويه بعد عندها تبطين في العين. من تحت راح اخلي العين مفتوحه على اساس تفتح لنا العين زياده. رسمت هذا الخط وخليته مفتوح من قدام، يعني مسحوب على تحت على اساس يفتح للعين اكثر، وراح ارجع احط لون فاتح على المدمع. راح ادمج تحت عشان ما اخلي الخط صريح. بعدها حطيت لمعة على الجفن المتحرك مع شوي جلتر. خلطت الستارليت مع الميست اند فيكس وحصلت على بيج لؤلؤي، حطيته داخل العين وسع لي العين وعطاها بروز احلى. جينا للاهم اللي هما الرموش. طبعا الرموش للعيون الصغيرة عشان نفتحها أكثر ونعطي سحبة حلوة، يكون تكون الرموش متدرجة، يعني من الأصغر للأكبر. وطبعا ما ننسى الشيء جدا مهم للعيون الصغيرة اللي هو البيج داخل العين. وآخر شيء حطيت الماسكارا للرموش السفلية والعلوية ونظفت تحت العين بالبنانا باودر. حطينا للموديل رموش اللي تكون من الأطراف أخف ومن الوسط أثقل عشان عيونها مبطنة فتفتح العين بزيادة. بعد ما ركبنا الرموش بنحط الماسكارا عشان ندمج بين الرموش الطبيعية والرموش الصناعية. اللوك بالليكويد ليب مات، طبعا اخترتها مات لانه وايد حاطه جليتر على العين. طبعا حختار ليكويد ليب مات، حختار منهم لونين 301 و101 عشان بس تكه صغيره ابغى افتح اللون. بعدها حاخد ستارلت بس في الوسط الشفايف عشان اعمل اضاءة. وكده خلصنا اللوك حق اليوم، بس باقي اخر خطوة اللي حلو دايما نعملها اللي نحط ميستن فيكست على كل الوجه. طبعا نحاول دايما نرش من بعيد. ياي! We love makeup forever! وفزورتنا اليوم بتقول شنو هو الشيء اللي أسرع من الطير وأنعم من الحرير؟ اعرفوا الجواب، وهذا البوكس اللي بقيمة 1150 درهم راح يكون من نصيب 5 فائزين من بينكم. عرفت الجواب؟ ما عليكم إلا تعملوا سبسكرايب على Makeup Forever Middle East YouTube Channel وتكتبوا الجواب بالكومنت تحت الفيديو. رمضان كريم وعواشركم مبروكة.